لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي جيجي. معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. احنا طبعا بنقدم كل وصفاتنا طبيعية من الطبيعة، ولكن النهاردة انا جايبه لكم كريم جميل جدا. الكريم ده يا بنات يعني بصراحة انا استعملته والله ليا شهر بستعمله، لما جاب معايا نتيجة ممتازة، ده غير ان استخداماته كتير قوي ويعني مفيد لحاجات كتير جدا. عشان كده انا حبيت ان انا اعمل فيديو بيه واقول لكم عليه، لان في بعض المنتجات ناس كتير ما تعرفهاش. فاللي بيستعمل حاجة طبعا وبيجيب معاه نتيجة بنبقى عايزين نفيد الكل طبعا. وده مش اعلان عن الكريم ولا حاجة، بجد انا استخدمته وعجبني قوي قوي، وهو لسه نازل جديد. انا استخدمته ليا شهر وجاب نتيجة رائعة معايا. اول حاجة انا هقول لكم فوائده، هقول لكم على اسمه برضو دلوقتي. الكريم ده يا بنات بيعمل على تفتيح البشرة وبيعمل على تنعيمها، برضو مناعم جميل جدا وملطف للجلد، بيزيل التجاعيد اللي بتبقى موجودة في البشرة. والله يا بنات ممتاز جدا جدا، وعن تجربة انا بحلف بالله انا استخدمته والله وجاب نتيجة جميلة جدا معايا. برضو عايز اقولك ان هو بيستعمل بيخفي التجاعيد اللي بتبقى موجودة حوالين الانف وتحت العين. انا بقول لكم الفوائد عشان ما ينفعش ان انا اروح اشتري مثلا كريم وما اعرفش ايه فايدته او هيفيدني بايه، لا لازم اعرف الكريم ده ايه فايدته. يعني انا الناس اللي هتقول لي انت بتتكلمي كتير، لا طبعا انت هتروحي تشتري كريم وانت ما انتش عارفه فوائده ايه، لازم تعرفي هيفيدك في ايه. ما يمكن مثلا انت عندك حاجه ما ينفعش ان انت تستعمليه. ماشي يلا نكمل. برضو عايزة اقول ان هو جميل جدا جدا في ازالة المكياج. يا نهاري والله العظيم، انا ما بحط مكياج وابقى خارجة وكده، اول ما ارجع طبعا المكياج بيبقى صعب ان احنا نشيله، بيحتاج بقى مناديل وكده. والله ده بقى بصي اتنين في واحد، يعني هيشيلك المكياج وهيزيل اي اثار للتجاعيد في الوش. رهيب والله رهيب يا بنات. كمان لو في مثلا اثار من يعني من اثار اشعه الشمس للبنات اللي بتخرج الصبح للدراسه وللكليه، طبعا بتتاثر جامد قوي باشعه الشمس، بتاثر بشرتها وبتاثر على جلد بشرتها طبعا. برضو لو دهنتي منه بعد ما ترجعي من كليتك او قبل ما تنزلي كليتك، جميل جدا جدا، بيرطب البشرة. وبالنسبة للرجالة برضو الكريم ده جميل جدا بعد الحلاقة، لو دهنت بيه بعد الحلاقة هيفيدك جدا جدا والله. برضو عايز اقولك ان هو بيزيل الهالات السوداء اللي بتبقى موجودة في الوجه، وبرضو بيزيل اثار حب الشباب. بصراحة جميل جدا. يلا بينا، انا هقولك دلوقتي اسم الكريم اللي انا استعملته، وادي العلبة بتاعته وادي فوائده اهيت. انا هحطها برضو كده يعني كام ثانية قدامكم عشان اللي حابب ان هو يصورها او ايوه كده واضحة كويس يعني. تمام. اسمه فوائد زبدة الشيا، زبدة الشيا اهو، وادي هو اسمه زبدة الشيا، ادي اسم الكريم اهو، وادي العلبة بتاعته. انا بحاول استنى عشان تبقى واضحة شوية ان الكاميرا مزغلداها. وده يا بنات الكريم اهو، بصوا انا استعملته يعني انا ليا حوالي شهر والله بستعمله. شوفوا ناقص منه قد ايه، العلبة كانت مليانة ولسه فاضل فيها قد ايه، لان مسحه واحده منه هتستخدميه ازاي بقى. بصي هتاخدي كده، هناخد منه كده حاجه بسيطه وهتدهني بيه طبعا البشره اهو، هتدهنيه كده على بشرتك بالشكل ده اهو كده، وهتسيبيه على بشرتك يمتص، يعني يمتصه الجلد. وبعد ما يمتصه الجلد كده يعني هتسيبيه على بشرتك نص ساعة،
وبعد كده هتجيبي قطنه او اي منديل عندك وهتمسحيها، يعني بعد نص ساعه سيبيه على بشرتك نص ساعه وهتبداي بقى تمسحيه كده. وهتستخدميه يعني بعد ما تحطي، لو انت حاطه مكياج مثلا وعايزه تمسحيه، سهل جدا جدا، بيمسح المكياج بطريقه رهيبه وسريعه جدا. برضو يعني حاولي تستعمليه خاصة بالليل، يعني بالليل هو كريم جميل جدا بالليل قبل ما تنامي بساعة استعمليه، هيجيب معاكي نتيجة رائعة رائعة جدا. اهو يا حبيب قلبي ده الكريم، وانا يعني وريتكم اسمه في الاول عشان انا مش عايزة اطول بقى. يلا دي كان النهاردة الكريم يا حبيب قلبي اللي انا كنت جايبها لكم النهاردة، اتمنى ان انتوا تجيبوه وتجربوه، هيفيدكم جدا جدا وخصايصه جميلة ومش غالي، هو بحاجة وعشرين على ما اعتقد، انا مش فاكرة السعر قوي بس هو بحاجة وعشرين. اتمنى يكون الكريم عجبكم والفيديو يكون نال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو متنسوش تشيروه لكل اصحابكم عشان يستفادوا، ولايكات كتير بقى للفيديو، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد مع جيجي كل حياتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.